الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون لأسنا الفردوس دواسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة عليك تؤتن فخلقنا العلاقة مزة فخلقنا المزة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون اللهم صل على محمد وآل محمد.